تطلب شيئا من الله فيعطيك شيئا آخر فتعتقد أنه لم يستجب لك. تطلب منه القوة فيعطيك الصعاب. تطلب منه الحكمة فيعطيك المشاكل. تطلب الشجاعة فتجد نفسك أمام المخاطر. تطلب الحب فتجد نفسك أمام من هم بحاجة للمساعدة. هل تعرف لماذا؟ لأنك بمواجهة الصعاب فقط ستصبح أقوى، وبحل الأزمات ستقتني الحكمة، وبالتغلب على المخاطر ستتعلم معنى الشجاعة، وأمام من هم بحاجة للمساعدة ستعرف أسمى معاني الحب. حب لا يشبه الحب الأرضية، إنما ذاك المنبثق من حب الله لنا. في الحقيقة الله لم يستجب لدعواتك فحسب، بل قد استجاب لها بشكل أعظم مما توقعت.